في الدرس الثاني هنا سنقوم بإيجاد قيمة النهايات جبريا. طبعا لدينا هنا بعض الخواص أغلبها تعتمد على توزيع النهاية على الجمع أم الطرح أم عملية الضرب والقسمة وأيضا الجذور، هذه الخواص بشكل عام. لكن الآن سنقوم بتطبيق الخواص من دون ذكر اسم الخاصية، لأنني كما ذكرت هي الخواص تقريبا هي نفس مفهوم التوزيع. عندما يكون لدينا كثيرات حدود دائما النهاية تساوي التعويض في العدد فقط مباشرة، عوض العدد وستكون قيمة النهاية، أي سالب 2 أس 3 زائد 4 هذه هي النهاية. لكن هنا الخاصية الذي يريد مني استخدامها هي توزيع النهاية ليميت سالب x أس 3 زائد أيضا ليميت العدد 4. فهنا قمنا بتوزيع النهاية أو الليميت على الحد الأول والحد الثاني. في الحد الأول يكون سالب، ولاحظوا الأس 3 هي للعدد 2 فقط من دون السالب، والعدد 4 هو عدد ثابت لن يتغير فيساوي سالب 4 فقط. السؤال بي أيضا قم بالتعويض، لن أقوم بتوزيع النهاية سأعوض مباشرة، لكن هي نفس المفهوم، فيكون استبدل قيمة الإكس بالعدد 2، هو أراد مني حساب النهاية عند العدد 2، فيكون 2 ناقص 3 على 2 في 2 أس 2 ناقص 2 ناقص 15. هذه النهايات كلها تحسب بالتعويض المباشر، لكن في الأمثلة القادمة سنقوم بحساب نهايات تحتاج إلى التحليل لأنها تكون قيم غير معرفة. وهنا أيضا المفهوم العام أن أقوم بالتعويض، سالب 1 زائد 3 تحت الجذر هي جذر الاثنان، لكن أستطيع أن أقوم بتوزيع النهاية، نهاية الإكس عند العدد سالب 1 طبعا، وأيضا نهاية العدد 3 عند العدد سالب 1. لاحظوا قيمة الإكس لا تتغير، هي نفسها السالب 1، لا تقوم بتغيير القيمة هذه. الآن عوضها بدل كل إكس فيكون كما ذكرنا سالب 1 والثلاثة رقم ثابت لا يتغير، وهنا لدينا النهاية تساوي جذر الاثنان، فقط هذا العدد الغير نسبي. في هذا السؤال كثيرة حدود، دائما كثيرات الحدود معرفة على جميع الأعداد وهي متصلة، فيكون 4 أس 3 ناقص 3 4 أس 2 ناقص 5 في 4 زائد 7. أعيد أن كثيرات الحدود دائما متصلة على جميع الأعداد، هنا الناتج يساوي 3 وهي نفسها قيمة الدالة عند العدد 4 وتساوي 3. السؤال الثاني 2 بي قم بالتعويض، إذا أوجدنا قيمة فهي تكون الحل، لكن في بعض الأحيان يكون لدينا صفر على صفر، هنا المشكلة. طبعا في هذا السؤال سيكون لدينا عدد، إذا كان لدينا صفر على عدد يساوي صفر لا يوجد به أي مشكلة، إذا كان عدد على الصفر يساوي ما لا نهاية شرحناها في الدرس السابق. أما إذا كان لدينا صفر على صفر هنا تقع المشكلة. طبعا في السؤال سي نلاحظ أنه جذر السالب 2 ولا يوجد جذر زوجي لأعداد سالبة، فلذلك هنا القيمة غير معرفة ولا توجد نهاية، لأننا كما درسنا في المراحل السابقة الدالة التي تكون أسفل الجذر يجب أن تكون أكبر أو تساوي الصفر، المجال هو الأعداد الموجبة، فلذلك هنا سالب 2 ليست معرفة. أما في هذه الأسئلة الآن لو قمنا بالتعويض في السؤال هذا الأول نجد أن قيمة البسط وقيمة المقام تساوي الصفر، أي لدينا هنا صفر على صفر، هذه هي المشكلة أو الحالة التي يجب أن نقوم من خلالها بتحليل البسط والمقام لكي نتخلص من هذا أو هذه الحالة صفر على صفر. الآن استخدم التحليل، المقام نلاحظ x زائد 2 لا يحلل، هو أولي في أبسط صورة، لكن البسط لدينا من الدرجة الثالثة نستطيع التحليل. خذ الحد الأول والثاني والحد الثالث والرابع كلاهما على حدة باستخدام العامل المشترك فقط، هنا من الحد الأول والثاني خذ x أس 2 يبقى x ناقص 3. الآن لاحظوا هذا الحد سالب وهنا موجب، لكي تكون نفس الإشارات سآخذ عامل مشترك سالب 4 من هذا الحدين، لكن لأنه سالب ستعكس الإشارات فيكون x ناقص 3. الآن مرة ثانية خذ عامل مشترك x ناقص 3 كله هذا القوس، طبعا هذا في الصف التاسع، x ناقص 3 ويبقى لدينا x أس 2 ناقص العدد 4 والكل على x زائد 2، لكن لا توجد حدود متشابهة أقوم بحذفها من البسط والمقام،
لكن لاحظ x أس 2 تحلل مرة ثانية، وهذا فرق مربعين، الحد الأول ناقص الثاني، الحد الأول زائد الثاني. x ناقص 3 كما هي، x ناقص 2 أخذنا جذر العدد 4، و x زائد 2، والكل على x زائد 2. وهنا اختصر x زائد 2 مع x زائد 2، يبقى x ناقص 3 مضروبة في x ناقص 2. والآن أقوم بالتعويض، طبعا أعوض العدد سالب 2 كما هو مذكور في السؤال، فيكون سالب 2 ناقص 3 أي سالب 5 مضروبة في سالب 2 ناقص 2 أي مضروبة في العدد سالب 4 ويساوي موجب 20. طبعا يجب أن أقوم بالتحليل لكل الأسئلة. للتأكد استخدم الآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة تستطيع إيجاد جميع النهايات فيها باستخدام كالك، لكن ليس سالب 2، استخدم عدد قريب من سالب 2 مثلا سالب 2، وأضف عليه من جهة اليمين جزء عشري صغير، لاحظوا أعطاني أيضا 20. في هذا السؤال في البداية قم بالتعويض، لا تقم بالتحليل مباشرة، عوض، هل سيعطيني الصفر على الصفر؟ طبعا الآن عندما نقوم بتعويض العدد 6 البسط والمقام أيضا صفر، فهنا سأحتاج التحليل. بالنسبة للبسط عبارة تربيعية، نبحث عن عددين ناتج ضربهم موجب 6 ومجموعهم سالب 7، هي سالب 1 وسالب 6، لكن المقام لاحظ المعامل الرئيسي 3 x أس 2، هذه لو نتذكر نقوم بضرب الثلاثة بالعدد سالب 42 ويكون طبعا الناتج سالب 126. الآن نبحث عن عددين ناتج ضربهم سالب 126 مجموعهم سالب 11، كيف أقوم بذلك؟ عن طريق القسمة، مثلا اقسمها على العدد نجرب 6 أو مثلا 6، هل 6 والسالب 21 مجموعهم سالب 11؟ لا، قسمنا على العدد 7، السبعة والناتج الذي ظهر لي سالب 18 بالفعل مجموعهم سالب 11، فلذلك سالب 11x نعيد كتابتها كسالب 18x وزائد 7x لأن كلاهما سالب 11x. الآن مثل السؤال السابق نأخذ عامل مشترك من الحد الأول والثاني، أخذنا 3x يبقى x ناقص 6، الحد الثالث والرابع سنأخذ العدد 7 يبقى أيضا x ناقص 6، ونقوم بمرة ثانية أخذ عامل مشترك وهو x ناقص 6، فيكون لدينا الباقي 3x زائد 7. الآن نقوم بكتابته بالمقام، نكمل المسألة، هنا x ناقص 6 على أو ضرب 3x زائد 7، نلاحظ x ناقص 6 مع ال x ناقص 6 تحذف بشكل مباشر، يبقى لدينا في المسألة x ناقص 1 على 3x زائد 7، هنا قمنا بتبسيطها وهذا يسمى انفصال قابل للإزالة، قمنا بإزالة هذا العدد 6، يبقى x ناقص 1 على 3x زائد 7، عوض العدد 6 ونقوم بإيجاد الناتج، ويكون 5 على 25 وهي 1 على 5. سؤال آخر ونموذج الثاني يحتوي على الجذر، كيف أو أتخلص من هذه الجذور باستخدام المرافق؟ والمرافق هو نقوم بضرب هذه السؤال بنفس الحد الذي يحتوي على الجذر لكن بعكس الإشارة التي في الوسط، مثلا هنا المقام يحتوي على الجذر، نقوم أيضا بضرب الكسر كامل بجذر الإكس والخمسة، لكن اعكسها جذر الإكس زائد خمسة، هذا الكسر الأصلي. الآن نقوم بضرب البسط والمقام بجذر الإكس زائد خمسة، هذا يسمى المرافق للجذر، لكن نضرب البسط والمقام بنفس الشيء لكي لا يتغير القيمة. وهنا نستخدم فرق مربعين، إذا كان لدينا a ناقص b في a زائد b تكون a ناقص 2 أو a أس 2 ناقص b أس 2، فهذا الذي أنا أريده. فلاحظوا في المقام هي نفس الحدود لكن الإشارة في الوسط تختلف، فأستخدم فرق المربعين، مربع الأول أي مربع جذر الإكس وهي فقط إكس، ومربع العدد 5 هي سالب 25. أما في البسط لا تقوم بالضرب، فقط استخدم الأقواس كما هي x ناقص 25 مضروبة في جذر x زائد 5، لا تستخدم التوزيع، اتركها كما هي. لماذا؟ لأنني هنا سأختصر x ناقص 25 مع x ناقص 25، يبقى جذر x زائد 5، ومنه أعوض العدد 25 في هذه الدالة، فيكون جذر 25 زائد 5 ويساوي 10. السؤال الثاني، الجذر في البسط، لدينا 2 ناقص جذر، لا يهمني ما هو داخل الجذر، فأقوم بضرب 2 زائد، أقوم بتغيير هذه الإشارة،
فنضرب 2 زائد جذر الإكس زائد 4، وطبعا في المقام بنفس الشيء 2 زائد جذر الإكس زائد 4. الآن أنا الجذر الذي أحتاج التخلص منه هو في البسط عفوا، فلذلك المقام يبقى كما هو، لا تضرب أي شيء. هنا مربع الأول 2 أس 2 ناقص مربع الثاني، أي ناقص مربع هذا الجذر، والكل على إكس مضروبة في 2 زائد جذر الإكس زائد 4. لاحظوا لم أستخدم التوزيع، تركها كما هي لأقوم بالتحليل والاختصار. 2 أس 2 هي 4 ناقص إكس زائد 4، لكن هنا انتبه، لاحظه هي ليست زائد 4، هي ناقص 4. لماذا؟ لأن الناقص في الوسط هي للجذر كامل، الناقص هي للجذر كامل للإكس وللعدد 4، فأربعة ناقص 4 صفر، حذفناها، يبقى سالب إكس. الإكس مع الإكس احذفها أيضا، لكن لاحظ لأنها سالب إكس يبقى سالب واحد ليس واحد، فسالب واحد على 2 زائد جذر الإكس زائد 4. والآن قم بتعويض العدد الذي نريد حسابه، وهو العدد صفر، فيكون 2 زائد جذر 4، أي سالب 1 على 4. الآن في هذه المسائل، لاحظوا هذه المسائل الثلاث، نقوم بحساب النهاية عندما الإكس تذهب إلى اللانهاية، أي أنك ستقوم بتعويض اللانهاية في الإكس. كيف سأقوم بذلك؟ عندما يكون لدينا كثيرات حدود مثل هذه المسائل، ليست كسور، كثيرات حدود، أعوض فقط في الحد الرئيسي، أي الحد ذا أعلى أس، مثل هنا سالب إكس أس 3، 4 إكس أس 6، وهنا 4 إكس أس 5. وملاحظة مهمة، لا تنسى الإشارة التي تكون في يسار الحد، هذه إشارة مهمة لأنها تؤثر على السلوك، أو سلوك الطرف نسميها النهاية. فيكون لدينا سالب ما لا نهاية أس 3، ما لا نهاية أس 3 هي ما لا نهاية، فيكون سالب ما لا نهاية. هنا لدينا سالب ما لا نهاية أس 6، بما أن الأس زوجي فيكون موجب ما لا نهاية. لماذا؟ لأن السالب ضرب السالب يساوي موجب، فأربعة في موجب ما لا نهاية طبعا هي أيضا موجب ما لا نهاية. السؤال السي، سأقوم بتعويض السالب ما لا نهاية، 4 في سالب ما لا نهاية أس 5، لكن هنا الأس فردي، كمثال بسيط سالب في سالب في سالب 3 مرات، السالب في السالب الأول هي موجب، الموجب في السالب أصبحت سالب، فلذلك 4 في سالب ما لا نهاية ويساوي سالب ما لا نهاية. أما في حالة الكسور مثل هذه المسائل الدالة النسبية، هنا لدينا 3 حلالات أتمنى كتابتها. إذا كان لدينا بي على كيو، البسط الأس فيه إم، والكيو الأس فيه إن، أتحدث عن أعلى أس، لا يهمني بقية الحدود. الآن لدينا 3 حالات، هذا طبعا فقط في تعويض ما لا نهاية. إذا كان المقام أكبر، أي الأسس التي في الأسفل هي أكبر، فهنا الدالة تذهب إلى الصفر، أي تقترب إلى الصفر، النهاية تساوي الصفر. أما في حالة كان البسط، أي الإم هو الأكبر، إذا كان البسط هو الأكبر، فهنا تكون الدالة تذهب أو تؤول إلى الموجب أو السالب ما لا نهاية حسب نوع الإشارة. أما في الحالة الأخيرة، إذا كانوا متساويين، إذا كانوا متساويين نأخذ المعاملات الرئيسية، معامل الرئيسي مثل هذا السؤال سي، لاحظوا هنا إكس أس 3 وفي الأسفل إكس أس 3 متساويين، فيكون 7 على 2. أما في السؤال إيه، نلاحظ المقام الأس به 1 هو أعلى، لأن البسط لا يوجد به أس، هو الأس من الدرجة 0، بما أن الذي في الأسفل أكبر فتذهب إلى الصفر، هنا البسط الأكبر أس 2 أكبر من أس 1، فيكون سالب ما لا نهاية. لماذا سالب ما لا نهاية؟ لأنه سالب 3 في ما لا نهاية ويساوي سالب ما لا نهاية. سنقوم بتوضيحها أو إعادتها من خلال الأمثلة في هذا الدرس. في هذه الأسئلة المتتاليات نريد في البداية طرح فكرة جديدة، وهي إيجاد الحدود الخمسة الأولى، يقوم بتعويض الN 1 و2 و3 و4 و5، تعويض بسيط. الحد الأول يكون قيمته 2، الحد الثاني عندما نعوض بدل الN 2 سيكون 0.8 × 10، الحد الثالث أيضا نستبدل الM ب3 نجد أنه 4 أجزاء من 10، وهكذا. لاحظ أن الأعداد
في كل مرة يزداد الحد تقل قيمة الحد. الآن لحساب النهاية، أي كلما يزداد إلى أين سيصل هذا العدد، نقوم بتطبيق قواعد النهايات. هذه دالة نسبية، نلاحظ أن المقام درجة الأس به أعلى من البسط، هنا أس 2 والبسط أس 0، لا يوجد أس، فلذلك هذه الدالة تذهب إلى الصفر، وهو بالفعل من الأعداد، كلما يزداد الحد القيم تقل ليصل إلى الصفر. عكس السؤال 7b، لاحظوا أن البسط أكبر من المقام، الأس هنا 3 لكن في الأسفل 1، فإذا ستكون الحدود تزداد إلى لتصل إلى ما لا نهاية بعد ذلك. أما هنا انتبه، لن أقوم بحلها كاملة. لماذا؟ لأن المقام هو إن أس 3، لكن البسط ليس ان، هنا ان وهنا ان وهنا ان، ستضرب في بعض، لاحظوا ستضرب في بعض، لذلك ستكون ان اس 3. لكن الان سنحتاج الى المعامل، لان هذه الحاله الاعداد متساويه، ساقوم بضرب الحدود التي بها ان، بقيتها لا تهمني. 9 في الان هي 9 ان، بعد ذلك اضربها في هذه الان، 9 ان اس 2، وايضا اضربها في 2 ان يكون 18 ان. أما في المقام لدينا إن أس 3 مضروبة في 6، فيكون 6 إن أس 3. كما ذكرنا الأسس متساوية، طبعا لا يهمني هنالك في إن أس 2 سيكون وإن أس 1، لكن غير مهمة، أنا أحتاج إلى ما لا نهاية فقط. الآن بما أنهم متساويين فيكون الحد الأخير هو، أو ليس الأخير، هذا مفهوم خاطئ، 18 على 6 أي 3، أي أن كلما تزداد قيم الإن سنصل إلى هذا العدد وهو 3، أكثر من 3 لن نصل إليه. هذه المسائل لن نستخدم الخواص، الفكرة إيجاد قيمة النهاية، الخواص تعتمد على التوزيع، كلها باستخدام التعويض. عوض هذه الأعداد، تعويض إن كان بالآلة الحاسبة أو احسبها يدويا، مثلا 5 في سالب 3 ناقص 10 هي سالب 25، هذه المسائل كلها تحسب بالتعويض. والخواص المستخدمة هي توزيع النهايات على كل الحدود. فاختصر هذه المسائل وقم بتعويض هذه الأعداد في كل قيم X لتجد النهايات لهذه المسائل. أما هذه المسائل بعضها يستخدم بالتعويض المباشر، هذا تعويض مباشر لأنه كثير حدود، وأيضا لدينا بعض الأسئلة هذا كثير حدود سأقوم بتحديدهن، هذا تعويض مباشر فقط عوض، وأيضا هنا بالتعويض تستطيع إيجادها، لكن بقية المسائل أحتاج إلى بعض الخطوات، لا أستطيع بالتعويض المباشر، باللون الأصفر عوض مباشرة. فمثلا هذا السؤال لدينا 16 أس 2 زائد 9، المشكلة في المقام ليس في البسط، لأن جذر العدد 16 ناقص 4 هي الصفر، فإذا هنا بالتعويض المباشر لا أستطيع حساب هذه النهاية، لكن هنا النهاية تكون هي ما لا نهاية. لماذا؟ لأنه عندما يكون لدينا عدد على الصفر، دائما عدد على صفر هي موجب ما لا نهاية، وهنا 265 على صفر هي ما لا نهاية، تكون نهاية هذه الدالة إلى ما لا نهاية، أي أن هذه الدالة تتزايد وتتزايد من دون أي توقف. السؤال 14، المشكلة ليس أن المقام صفر، هنا الدالة ليست معرفة، لا يوجد لدينا جذر السالب 1، 2 ناقص 3 يساوي جذر السالب 1، غير معرفة، لا تكتب I العدد المركب، هنا تحدث عن أعداد حقيقية فقط، فلذلك الجذور السالبة ليست معرفة. هنا نفس السؤال منذ قليل، 8 على 0 تؤول إلى الموجب ما لا نهاية، وهذا السؤال بنفس الطريقة، المشاكل هنا أن المقام قيمته صفر، عدد على الصفر لا يجوز كحساب عددي، لكن لحساب نهايات عدد على صفر يساوي ما لا نهاية، إما موجب أو سالب على حسب هذه الإشارات، وهنا بما أنه عدد موجب على الصفر فيكون موجب ما لا نهاية. لكن المشكلة الأكبر في النهايات هي صفر على العدد صفر، هذه هي أكبر مشكلة ستواجه الطلبة في الحل. مثل هنا بعض هذه الأمثلة، سنستخدم لجميع المسائل التحليل. السؤال 23، لكن من الأفضل في البداية قم بالتأكد هل بعد التعويض صفر على صفر،
الآن هي 0 على 0، المقام هي إكس ناقص 4، البسط كيف أقوم بتحليل هذا البسط؟ لاحظوا المعامل الرئيسي ليس واحد، إكس أس 2 مضروبة في العدد 2، هنا المشكلة، فأضرب الاثنان في السالب 12 ويكون سالب 24. ابحث عن عددين ناتج ضربهم سالب 24 ومجموعهم سالب 5، هما العدد سالب 8 وموجب 3. فنعيد كتابة البسط بهذا العددين، الحد الأول 2 إكس أس 2 كما هو، الآن ناقص 8 إكس، أعيد صياغة هذه الكتابة، ناقص 8 إكس زائد 3 إكس، لأن ناقص 8 إكس زائد 3 إكس هي سالب 5 إكس وناقص 12. الآن خذ عامل مشترك من الحد الأول والثاني وهو 2 إكس فقط، يبقى إكس ناقص 4، الحد الثالث والرابع أخذنا العدد 3، يبقى إكس ناقص 4 أيضا. أعيد، أخذ عامل مشترك وهو إكس ناقص 4 من البسط، يبقى 2 إكس و3. أعيد، لا توجد هنا أس 2، أحذفها، والكل على إكس ناقص 4. لاحظ الآن أختصر إكس ناقص 4 مع الإكس ناقص 4. والآن بعد التبسيط أعود إلى السؤال وأقوم بتعويض العدد 4، أي 2 في العدد 4 زائد 3، وطبعا هي 11. طبعا نستطيع التأكد بالآلة الحاسبة، دائما شرحنا عدة مرات كيف أستخدم الآلة الحاسبة. هذا السؤال بعد التعويض هي 0 على 0، طبعا يجب أن تكون 0 على 0 لتحلل. البسط فرق المربعين إكس ناقص 1 وإكس زائد 1، المقام عفوا. أما البسط ابحث عن عددين ناتج ضربهم سالب 5 ومجموعهم موجب 4، هي موجب 5 وناقص 1، احذف هنا، يبقى إكس زائد 5 على إكس زائد 1، والآن عوض العدد 1 فيكون 6 على 2 ويساوي 3. مثلا لو أخذنا السؤال 24 بعد التعويض، انتبه بعد التعويض هي 0 على 0، الآن هنا لا أحلل، هنا أستخدم مرافق الجذر، أقوم بضرب نفس المقام لكن أعكس الإشارة الداخلية، ليست الزائد 1، هذه الناقص 1، فيكون جذر الإكس زائد 1 وزائد 1، والبسط كما هو، أعيد الضرب بنفس الحد. الآن أنا أريد التخلص من الجذر الذي في المقام، فالبسط كما هو لا تستخدم التوزيع، يبقى كما هو بالأقواس فقط. أما المقام فرق المربعين مربع الأول ومربع الثاني، أي جذر إكس زائد 1 أس 2 ناقص 1 أس 2، هو فرق مربعين دائما طرح، احذف الجذر مع الأس 2. طبعا البسط أعيد كتابته كما ذكرت، لا تقوم بتوزيع هذه الحدود، 4 إكس مضروبة في نفس الحد على إكس زائد 1 ناقص 1، نلاحظ 1 ناقص 1 تحذف، والإكس مع الإكس أيضا تحذف، يبقى لدينا 4 في جذر إكس زائد 1 وزائد 1. الآن نقوم بتعويض العدد 0، هو أراد مني حساب النهاية عند العدد 0 ويساوي 4 في جذر 1 زائد 1 ويساوي الناتج 8. مثلا لو أخذنا السؤال 26 بعد تعويض العدد 9، نجد أن الناتج هو 0 على 0، أريد أن أتخلص من جذر البسط، فلذلك أضرب بمرافق البسط جذر الإكس زائد 3، وأعيد الكتابة في المقام نفس الشيء. البسط استخدم فرق المربعين، أما المقام كما هو لا تضرب، إكس ناقص 9 في جذر الإكس زائد 3، مربع الأول أي جذر الإكس أس 2 ناقص 3 أس 2، بس فقط قم بتربيع الحدين، جذر الإكس مع الأس 2 تحذف، ناقص 9، 3 أس 2 هي 9، هذه الحدود تحذف، يبقى 1 على جذر الإكس زائد 3، والآن عوض العدد 9 أي 1 على 6، الناتج النهائي هو 1 على 6. ولو استخدمنا الآلة الحاسبة كما فعلنا نفس المثال كان في الدرس السابق، هي بالفعل 1 على 6. في هذا السؤال لدينا فكرة بسيطة مختلفة، لاحظوا في البداية ضربنا بمرافق البسط، عكسنا هذه إشارة الطرح إلى جمع. الآن المقام لا توجد به مشكلة كما هو أكتبه، لكن البسط مربع الأول ناقص مربع الثاني أي 5 أس 2، والأس 2 مع الجذر تحذف، ناقص 18 ناقص إكس، لأن ناقص تكون لكلا الحدين، على إكس ناقص 7 في 5 جذر 18 زائد إكس. الآن 25 ناقص 18 هي 7، فيصبح لديك 7 ناقص إكس،
على x ناقص 7. البسط الحد الذي في الأعلى ليس هو نفس الحد الذي في الأسفل، فلا أستطيع اختصاره بهذه الطريقة المباشرة، لكن نلاحظ أنه معكوسات. السبعة ناقص x هي نفسها x ناقص 7 لكن مضروبة بإشارة سالب، ولذلك احذفها ويبقى لدينا السالب واحد، ليس الواحد، السالب واحد. في الأمثلة السابقة كانت واحد، هنا سالب واحد لأن الحدود معكوسة، فيكون سالب واحد على خمسة بنفس الحد زائد جذر 18 زائد x. والآن عوض العدد سبعة فيكون الناتج سالب واحد على 10. تأكد منها وأعيد للتأكد دائما. تستطيع استخدام الآلة الحاسبة، وشرحنا الآلة الحاسبة بمقطع منفصل. مثلا السؤال الذي يليه في الأسفل، لو كتبنا الدالة كما هي بدلالة x وأستخدم أداة كالك، كالك النصف، كالك واحد على اثنان، سيعطيني خطأ لأنها صفر على صفر. الآن كالك نصف وأضف عليها عدد عشري، لكن سأكتبها بالأعداد العشرية أفضل، 0.5 زائد أضف عليها جزء من اليمين، لاحظوا جزء جدا صغير، فيعطيني نصف. النهاية بالفعل هي تساوي نصف، وهذه الحلول للتأكد من بعض التمارين. أما المسألة التالية هي التعويض عند ما لا نهاية لكثيرات الحدود. كثيرات الحدود استخدم الحد الأعلى فقط، هنا 7x أس 3 ما لا نهاية أس 3 هي ما لا نهاية، لكن سؤال 46 لدينا سالب ما لا نهاية أس 5 أس فردي فيكون سالب ما لا نهاية. مثلا الأسئلة التالية، لو قمنا بحل السؤال 36 الدالة النسبية، بما أن البسط والمقام الأسس متساويين فيكون 3 على 4. سؤال 38 سالب x أس 4 هي الأعلى، هذه كثيرة حدود، ما لا نهاية أس 4 هي موجبة، لكن هنالك إشارة سالب في اليسار فتكون سالب ما لا نهاية، لذلك أنا ذكرت انتبه لإشارة اليسار. السؤال 40 البسط أعلى من المقام فيكون موجب ما لا نهاية. أما السؤال مثلا 44 المقام أكبر من البسط، أس 5 أكبر من أس 3 فيكون صفر، مثل السؤال 37.